إقامة بيتك. حياكم الله، حياكم الله، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك دكتور، منورنا ببرنامج بيتك. أهلا بحضرتك. يعطيك العافية. في البداية لو حبينا نتعرف شو المقصود بعمليات القسطرة التشخيصية، وهل تحتاج لبنج عام؟ هي القسطرة التشخيصية هي عبارة عن عملية بسيطة بتتم تحت تأثير مخدر موضعي وليس مخدر عام، وفي الغالب بتستغرق من الوقت من حوالي 20 دقيقة ل 25 دقيقة. بيتم أول شيء هو إعطاء المخدر الموضعي في أعلى الذراع أو في أعلى الفخذ. طيب. ثم يتم بعد ذلك إدخال أنبوب صغير. هذه الأنبوب تدخل حتى الشرايين التاجية، ثم يتم حقن نوع معين من الصبغة للشرايين التاجية، ثم بعد ذلك يتم توضيح إن كان في إصابة في هذه الشرايين أم لا، وبناء على هذه الإصابة يتم تحديد نوع العلاج، إما علاج دوائي وإما علاج عن طريق الأسطرة التوسيعية، وهذا هو النوع الثاني من الأسطرة. فإحنا عندنا نوعين من الأسطرة، أسطرة تشخيصية ثم الأسطرة العلاجية. نعم. وهذه الأسطرة التشخيصية بتستغرق زي ما قلنا حوالي ثلث ساعة، ثم يتم بعدها موضوع الأسطرة العلاجية باستخدام الدعامات، ويستغرق من الوقت ما يقرب من حوالي نص ساعة أخرى. دكتور، هل هي يعني هل هي عملية سهلة حتى ما تاخذ مثل ما قالت زميلتي منيرة أن بنج عام؟ يعني أصبحت سهلة العملية؟ هي بالفعل هي عملية مبسطة، نقدر نقول أنها زيها زي أي وان داي سيرجري. المريض بيأتي في الصباح الباكر من الساعة 8 صباحا، ويدخل القسطرة في حدود الساعة 9، يستغرق من الوقت حوالي نص ساعة أو 40 دقيقة، بعد كده بيذهب إلى الغرفة ويخرج بعد حوالي 6 ساعات. فهي ليست عملية بالمعنى المعروف. لو المريض حيتم عمل قسطرة تشخيصية ثم قسطرة توسيعية باستخدام الدعامات، المريض بيتم إدخاله للغرفة أو للرعاية المركزة لمدة يوم واحد. فهي عملية مبسطة ولا تستغرق وقت طويل، والمريض كمان بيكون صاحي تماما لأنه تحت تأثير تخدير موضعي، وبيتم كمان مشاهدة شرايينه وإحنا أثناء إجراء هذه القسطرة. ويتم بعد كده توضيح كمان إن كنا استخدمنا دعامات وشكل الشريان قبل وشكل الشريان بعد. دكتور، من اللي يحتاج إجراء هذه العملية؟ أي شخص أو أي حالة؟ بتتم القسطرة بتتم عامة بعد النجاح في تشخيص المريض. المريض غالبا بيكون عنده ما يسمى بعوامل الخطورة، وعوامل الخطورة هذه بتشمل مرضى السكر ومرضى الكوليسترول ومرضى ضغط الدم العالي، وكذلك المدخنين، وكذلك المرضى اللي عندهم تاريخ مرضي في العائلة. كل هؤلاء المرضى هم المرضى اللي يجب الكشف عليهم وعمل رسم القلب الكهربائي اللي قد يبين أثار قصور أو تضيق في الشرايين التاجية. ثم بيتم بعد ذلك أخذه إلى غرفة القسطرة وحقن الشرايين كما وضحنا، لكي يبين إن كان هناك أصابة في الشريان أو لا. فالمريض اللي عنده هذه عوامل الخطورة هو المريض الذي يجب أن هو يذهب إلى طبيب القلب، وكمان لازم يتم إجراء بعض الفحوصات ليه. غالبا هذا المريض بيشتكي بألام في الصدر، وهذه الألام بتكون في المنطقة الوسطى من الصدر، وتكون في نفس الوقت مصاحب ليه ألام في الذراع الأيسر، ويكون مع بعض الخضار أو العوار في الذراع الأيسر. وهذه الألام بتستمر في الغالب مع بذل أي جهد لمدة من 30 دقيقة ل 20 دقيقة، وتجبر المريض على الراحة حتى تختفي هذه الألام. هو ده المريض اللي بيأتي لعيادة القلب، وهو ده المريض اللي بناخده على غرفة القسطرة، وهو ده المريض اللي غالبا ما بنلاقي عنده انسداد أو تضيق في واحد من الشرايين التاجية الرئيسية، وهو ده المريض اللي بيتم عمل القسطرة التوسيعية ليه عن طريق الدعامات. نعم. متى يمارس حياته دكتور، يعني بعد انتهاء العملية، يعني بساعات ولا بأيام؟ هو احنا بندخل أو بنبتدي القسطرة زي ما قلنا قبل كده عن طريق الذراع أو عن طريق الفخذ. عن طريق الذراع بتبقى أفضل للمريض لأنه بيذهب إلى الغرفة يقدر يتجول براحته، يقدر يمشي. لو عن طريق الفخذ، المريض المفروض أنه بيجلس لمدة 6 ساعات في السرير، بعد كده بيبقى إنسان طبيعي. بعد خروج المريض من المستشفى لو عمل قسطرة تشخيصية بيخرج في نفس اليوم، المفروض أن احنا بننصحه براحة لمدة يومين أو 3. لكن لو عمل قسطرة توسيعية
بننصح المريض ان هو ياخذ راحه لمده اسبوع، بعد كده بيرجع لحياته الطبيعيه وبيمارس نشاطه الطبيعي بصوره تدريجيه حتى يصل الى الحياه الطبيعيه تماما، سواء ممارسه الرياضه، سواء الجري، سواء ممارسه مهامه في الشغل بدون اي مشكله تماما. هي عمليه بسيطه ومبسطه وما فيها اي خطوره يعني يا دكتور، صح؟ يجلس في المستشفى فتره طويله يعني ما فيها اي خطوره ولا لها اي اثار جانبيه؟ الخطورة بتعتمد على أكتر من حاجة، بتعتمد على أول حاجة على خبرة الدكتور، على خبرة المكان نفسه، على نوع المريض وعلى الأدوات المتاحة. نعم. فطبعا هذا المجال اللي احنا بنتكلم عنه اليوم في تطور دائم كل ثانية مش كل يوم، بخصوص أنواع الأساطر، بخصوص أنواع الدعامات، أنواع التكنيكس اللي بنستخدمها في بعض الحالات. فمع تقدم هذه الإمكانيات ومع تقدم الأدوات المتاحة لنا بقى هذه العملية نسبة نجاحها بتصل في معظم السنترز إلى 100%. نعم. ووجود العوامل هي الكومبليكيشنز أو بعض المضاعفات بتكون بسيطة جدا ما تصلش إلى 1% في بعض السنترز. طبعا كل ما زادت خبرة الطبيب أو كل ما زادت خبرة السنترز، وكل ما إحنا هنا في مستشفى السلام مش بس بنعالج الحالات اللي هي البسيطة اللي عندها دي زي مثلا حالة مثل الحالة اللي على المونيتور، لكن لا احنا بنعالج كمان حالات جلطة الشريان التاجي الحادة، وده المريض بيبقى جاي في حالة حرجة وحالة خطرة، احنا بيتم دخوله الى غرفة الأسطرة فورا، ثم يتم اخراج هذه الجلطة ويتم وضع دعامة من الدعامة الدوائية، وبيخرج المريض الى غرفة الرعاية المركزة باختفاء الألم في ساعتها، باختفاء الألم، وكمان يكون رسم القلب تحسن وهو في الأسطرة. ده طبعا مقارنة الدراسات العديدة. تفضل يا فندم. عفوا دكتور، يعني هل أعمار شباب قاعد تسوي لهم، يعني هل القصدرة يعني القصدرة شملتهم ولا هذا حق كبار السن فقط؟ بالفعل سؤال مهم، لأن الأسطرة كان معروف عنها في الماضي إن هي أسطرة كبار السن، وإن الشرايين التاجية هو مرض كبار السن، لكن حضرتك هتفاجئ ان في العديد من المرضى اللي بيتم عمل قسطره لهم ممكن ما يتجاوزش عمره الأربعين والثلاثين، لان دلوقتي الاسترس او الضغوط النفسيه، انواع الاكل اللي احنا بناكلها، قله الحركه وقله الرياضه اللي احنا دلوقتي مجبرين عليها، وذلك لان معظم الناس دلوقتي مشغولين في الحياه اليوميه وهكذا، بتؤدي الى ترسبات دهنيه في الشرايين التاجيه، وبتخلينا نشوف بعض المرضى في سن مبكر عكس الماضي. لكن بغض النظر عن السن، ووجود دلوقتي تقدم في موضوع الدعامات، ووجود الدعامات الدوائيه، ووجود ما يسمى بالسمارت ستنت والدراج ليوتنج ستنت اللي هي الدعامات الدوائيه، خلت ان احنا عندنا تقدم في هذا المجال، ان احنا ممكن نحط دعامه في مريض في سنه 30 سنه و 35 سنه، وهذه الدعامه بتستمر معاه مدى الحياه بدون ما نحتاج ان احنا نخرجها مره اخرى او ان يحصل فيها اي مشكله ثانيه، بعكس الدعامات السابقه اللي هي الدعامات العاديه اللي كنا بنستخدمها من سنين فاتت. لكن دلوقتي في تقدم رهيب. نعم. في نوع الدعامات. شيء جميل، ويعطيك العافيه وشكرا على هذا اللقاء وهذه التوضيحات يا دكتور. شكرا ايضا لاداره مستشفى السلام، وان شاء الله يستمر هذا التعاون بينكم وبين تلفزيون الكويت في مختلف التخصصات الطبيه. شكرا لك دكتور، الله يعطيك العافيه. شكرا شكرا شكرا. احنا متواصلين معاهم يعني في الفقر.